مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. النهار ان شاء الله غنقدم لكم واحد الحلقة ديال قفص نموذجي، يعني القياسات ديالو. شحال من واحد كيهضر معايا في لي كومونتير وباغين يعني القياسات ديال هاد القفص. هاد النهار ان شاء الله غادي نقدم لكم يعني القياسات، وانتم حاولوا انكم تبسطوا الامور اكثر. مثلا انا تعمدت من خليكم هاد السلك هكا، يعني هاد راني مصوبه بواحد الطريقه يعني احترافيه. ممكن انكم ديروا غير هاد الشبكه هذه يعني من فوق، اما القاعده راه كتمشي بحال هاد الشكل، هاد السلك هذا، هاد احنا كنقولوا الكرياج غالفانيزي، يعني ما كيصديش. كاين نوع اللي كيصدي وما بيناتهمش بزاف الثمن، وكاين نوع اللي كيصدي، يعني ملي كيقيسوا الماء هذا كيتصدى. بالنسبه لهم هما راه كل الزبيلات ديالهم ممكن انهم يخرجوا من هنايا، وممكن يعني الارنب واخا يكون صغير ما يبقاش رجليه يطيحوا. بالنسبه هذا الكرياج ديال الثلاجه، الارنب الا مشى اذا كان بالغ وبغى يوقف رجليه كيدخلوا هنايا، المهم كيتعذب. ما حاولوا انكم هذا ما ديروش في القاعده، هادو ديروهم غير من الفوق. انا تعمدت ندير لكم هذه الطريقه، هذه انتم راه طريقه بسيطه ماشي حاجه، ولكن لاحظوا ان الارضيه مناش مخدومه، راه مخدومه من هذا الكرياج او الشباك غالفانيزي، اللي يعني الضلع ديال هاد العوينات هادو سنتيمتر، ماشي سنتيمتر ونص، سنتيمتر ونص كيجي كبير، اما نصف سنتيمتر كيجي هاد دوك الفضلات ديالهم اعزكم الله كتبقى هنا فوق ما كطيحش. بالنسبه لهذا القفص راه عباره عن قفص انا ديرو بروفيزوار، يعني باش نوجد امهات، يعني داير فيه هاد الصغار هادو، ولكن راه هذا خاص بالامهات. انتما كما كتشوفوا انتما ها كتكون الشبيكه لهي، يعني من الجهه الاخرى، ولكن لاحظوا ان هاد الشبكه الثانيه راها كلها غاديه صفحه واحده، يعني من هنا حتى جوج متر. هانتوما جوج متر، هانتوما غاديه غاديه غاديه، ماشي كل جهه غادي ديروها بوحدها، لا كتحطوه تفرشوه كامل، وهادو كيبقاو غي يعني واحد حائط او جدار ما بين هاد الجهه وهاد الجهه. الى لاحظتوا معايا راه قفص حقا نموذجي، يعني البلاصه فين كتولد الام، هانتوما كما كتشوفوا معايا هاد الجهه هنايا، من هاد الشيء ممكن انكم ما ديروش هاد الشيء لان ما تطولوش عليكم الخدمه. هذه غي كنحط فيها خشبه مثلا بحال هكا، او واحد الحاجز اخر اللي ممكن تستعملوا فيه الرضاعه الحبيسه، يعني ها هي البلاصه فين كتولد الام، هانتوما هنايا ولد الام هنايا، راه شبيكه هانتوما، شبكه ديال المواعن، شبكه ديال المواعن، ممكن انكم تبرونشيوها في هاد الجهه هنايا، كتجي مهوده، المستوى ديالها كيجي مهود على الكرياج. هانتوما كما كتشوف هانتوما الكرياج كيجي بوحدو، وهذه كتبقى فراغ كتلصقوا فيه هاد الشبيكه هذه. هنا فين كتكون الام يعني تقدر تولد، هنايا كيكون البويب ديالها، بويب صغيور كما كتشوفوا، عندو السليك ديالو باش يعني تسدو عليهم بهذه الطريقه هذه. كاين هنايا ممكن ديروا واحد الحاجز، هنا خليت هذه الجهه فارغه غير باش تطلع على الصغار نتوما، وهنايا غادي ديروا واحد الحاجز تخشيو في هذه الجهه، تفصلوا ما بين الصغار وما بين الام، يعني هذيك هي الرضاعه الحبيسه، تبقاو تدفعوا الام تدخل لداخل وتسدو عليها باش ترضع بزز منها، وتحيدوا الحاجز وتخليوها تخرج لفين باش تاكل. والعلافه ماشي كاين الام اللي كتكون شرسه، ممكن اننا ما نبقاوش نخشيو يدينا ونعطيهم الماكله من الداخل، نعطيو العلف من الداخل، لا، هاد الطوله غالفانيزي كتفتحوا واحد ثقب على شكل مربع ولا على شكل مستطيل، هادو راهم طوالين يعني غادي يكون مستطيل، وكتصنعوا هاد العلافه هذه كتولي انك هانتوما شوف الشكل ديالها كيفاش داير، شكل يعني انيق وبسيط، ماشي شي حاجه. ممكن انكم هذا الفيديو هذا تسجلوه وتعطيوه الـ يعني الحداد او السودور، انه هو اللي غادي يصاوب هذا الشيء، وهذا الشيء راه ماشي
طوله غليظه لا دايره طوله غير غالفانيزي هانتوما هذه ممكن كيصوب غير بالريفي هانتوما يعني ملي غادي تعطيو الصدور راه هو غادي يشوف هذا الشيء وغادي يصوب بحاله هانتوما انها دايره كل يد بحال هكا من هنايا من هنا دايره هكا وكتعطي لمن كتعطي الجهه الدخلانيه هانتوما ممكن انكم تعطيوها من هنا هانتوما هذا الفيديو غير يوريه شي صدور راه غادي يفهم شنو القصد ديالي يعني انه غادي هاد الجهه انها واحد اللسان كيكون خارج من هنايا ان الارنب ما يخرجش من هنا في نفس الوقت انكم تعطيهم الماكله من هنا وهي كتمشي للجهه الاخرى يعني ما تبقاش تخشيو يديكم من هنا وتعطيهم العلف لا كتعطيهم غير على برا عندكم كتكونوا على برا هكا كتعطيهم العلف منا كي هو داك العلف كيمشي من هنا وكيخرج لهم من الجهه الدخلانيه المهم هذا بالنسبه للعلافات بالنسبه للمقاييس دابا ندوزو للمقاييس الا بغيتو الاسمنه بعدا ندوزو الاسمنه باش ما ننساوهمش كاين الطوله غالفانيزي هذه راه كدير 120 درهم جوج متر جوج متر كاريه جوج متر كاري جوج متر كاري كدير 120 درهم راه ممكن ان تصاوب لكم هذا الكاج كامل وتشيط بالنسبه لهذا الكرياج هذا يعني القاعده مناش مصوبه راه تما اللي كيحطوا عليها الارجل ديالهم هذيك كدير هذا كيدير 55 درهم للمتر كاري 55 درهم هذا الكالفانيزي اللي ما كيصديش يعني واخا يطيح فوق منه الماء ما تخافوش منه ما كيصديش اما بالنسبه للبيبان من الفوق يعني هاد البيبان هادو ماشي مشكل تستعينوا باي حاجه غير خاصكم ديروا شي حاجه اللي تبين باش تشوفوهم نتوما اشنو وقع لهم ملي تنوضوا في الصباح مثلا ولا تنوضوا بحال هكا تشوفوهم هانتوما بحال هكا راه باينين هانتوما نتوما كيبانوا لكم هانتوما هاد الجهه الاخرى انا داير لكم هاد الباب من هاد النوع هذا شوف يعني ماشي ديروا واحد كونتر بلاكي مثلا ولا حديده مسدوده وانتم ما عارفينش شنو غادي يكون واقع عندهم الداخل لا ديروا بحال هاد البيبات هادو هانتوما كدير هذا معلقه بهاد الاسلاك هنا منا وكيولي لك على شكل باب هكا صافي وهاد السدادات بحال هكا انهم باش ما يدفعوش هذاك الكاج هذاك الباب ويخرجوا والعلافات هما كما كتشوفوا انا درت هاد القفص راه فيه واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة فيه خمسة ديال الولادات انهم غادي يولدوا في الجهة الأخرى كل جهة بالباب ديالها هانتوما كما كتلاحظوا معايا هانتوما راه غير شويه باقي هنايا راني مرون هنا هانتوما كاين باب اخر هانتوما غادي تلقاو تمايا بلاصه الشبكه يعني فين غادير الشبكه ديال الولاده هنايا يعني هي هاد الخشبه هادي راني فاصل بها هنايا هنا البلاصه فين كيجيو الامهات ياكلوا اذا كنظن ان الفكره راه وصلت لكم دابا ندوزو المقاسات القياسات وبطبيعة الحال قبل ما ندوزو للقياسات راه هادشي كلشي كدوزو فيه ميكا وحده وكديرو فيها ثقب هانتوما وكلشي الاوساخ ديالهم الازبال ديالهم يعني بالروائح ديالها بكلشي ليها كتمشي في ثقب واحد فين كيمشي البانيو هانتوما وهنايا ممكن انكم تستعنوا بواحد الشطابه او تكبوا الماء من فوق وكلشي كيهود كلشي كيمشي لهداك الثقب هانتوما كما كتشوفوا معايا انتما هاو كيسيد لهاد البانيو وهذا البانيو ممكن انكم تخلصوا منه من بعد اذا ندوزو للمرحله ديال القياسات انا غادي نستعمل بالولد ديالي اجا ولدي انا غادي ندير واحد المترو وغادي نعطيكم القياسات ديالي انتما اولا نمشي كله شحال فيه انتما هذا المترو فيه مترو وخمسين انتما غادي نشوف من نبدا من الواحد ونشوفوا انتما اجي معايا هنا انتما زيد انتما متر و50 وغادي نكملوا العبار انا غنشد العبار من هنا انتما يعني في الطول ديالو كامل فيه جوج متر يعني كامل من يعني الكاج هو هذا يعني الطول ديالو كامل الطول هو جوج متر بالنسبه للعرض انا غادي نعبر شحال فيه
هانتوما شوفوا معايا، هانتوما من هنا، من هنا هانتوما غادي يزيد، زيد معايا، زيد معايا لهنا، هانتوما فيه العرض 85 سنتيمتر، 85 سنتيمتر. ممكن ان هذا الفيديو هذا تعطيوه لشي حداد هو اللي غادي يشوف المقاسات. هانتوما 85 سنتيمتر يعني الطول 2 متر، العرض 85 سنتيمتر. هانتوما غادي نوريكم الفاصل اللي غادي ديروه ما بين كل وحده ووحده. هانتوما كاين الفاصل الاول والفاصل الثاني، الفاصل الثاني هانتوما غادي نشوف هنا، يعني كاين ابتداء من هنا، كاين الفاصل الاول، الثاني، الثالث والرابع. الا درنا اربعه ديال الفواصل غادي نلقاو غادي نخرجوا بنتيجه ديال خمسه ديال الجهات. الجهه الاولى، الثانيه، الثالثه، اربعه، خمسه. الفواصل غادي يكونوا اربعه. هاد الفواصل غادي نشوفوا دابا العلو ديال القفص. هانتوما يا ودي دغيا هكا، انا غادي نوريكم دابا العلو ديال القفص. العلو ديال القفص غادي يكون فيه 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر. شوف تحت هاكا، ها هي 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر العلو ديال القفص. اذا هضرنا على العرض، وهضرنا العرض قلنا فيه 85 سنتيمتر، قلنا الطول ديالو غادي يكون فيه 2 متر، والعلو ديالو غادي يكون فيه 30 سنتيمتر. بالنسبه لهاد الفراقات غادي نشوفوا يعني الحجره الواحده شحال فيها من سنتيمتر. انا غادي نوريكم شحال فيها الحجره الواحده، غادي يكون فيها، انا كندير لكم هذا الشيء تطبيق يعني ماشي نظري وانما تطبيقي باش كل شيء يفهم اشنو. هنايا شوفوا معايا غادي ما بين يعني اللي غادي تفرق، الفراقيه الاولى تكون 36 سنتيمتر، 36 سنتيمتر الا مشيتوا عليها هكا هي 35، 35 الا درتوا 35 سنتيمتر غادي تخرجوا هي في الحقيقة عاطيني 36 سنتيمتر بالضبط. هانتوما غادي نوريكم هي الثانية، هي عطات بحال هاد الفراقيات ماشي جاو مقادين نيشان، ولكن نتوما غادي ديرو بالضبط غادي ديرو 37 سنتيمتر. يعني الفراقية الأولى تحسبوا من هنايا تحطوا 37 سنتيمتر، 37، 37، 37. أظن أن الفكرة راها واضحة. إذا المقاسات راه باينه، هضرنا على العلو وهضرنا على ما بين الحجره والحجره شحال غادي يكون فيهم، يعني من هنايا لهنايا غادي تكون فيها 37 سنتيمتر هكا في العرض ديالها. في الطول ديالها غادي يكون هو الطول ديال القفص كامل. بالنسبه لهاد البيبان الفوقانيين غادي ديروا غير شبابك بحال هادو باش ما تضيعوش، لان هذا غالي واحد شويه في الثمن. ممكن ان غير باب بحال هذا، هانتوما هذا راه كرياج ديال الثلاجه، هذا راه كيدير ممكن ان هذه القطعه هذه تحصلوا عليها بواحد 3 دراهم هذه وصافي. 3 دراهم غادي تجي 1 2 3 4 5 15 درهم هانتوما ربحتوا البيبان. اما القاعده اللي غادي تكون غادي تجيبوها من الفوق حتى لتحت، واللي هي هذه هانتوما كرياج بحال هذا، هانتوما هذا راه فيه 2 متر على متر، في متر حنا عبرنا يعني فيها 85 سنتيمتر، ممكن انكم غادي تقصوا من واحد شويه. اما الطول ديالو يعني غتفرشوه كامل عاد غادي تحطوا الفراقيات هكا. هذا راه دابا كيسوى 110 درهم، يعني 55 درهم للمتر، ولكن الفرق ما بينه وبين هذاك يعني العادي ان هذا غالفانيزي كيكون كيبري، والعادي كيكون غير حديد كيبان لك اللون ديالو باهت، اما هذا راه غالفانيزي. هانتوما كما كتشوفوا الدوره ديالو كيفاش دايره، هانتوما هذا راه فيه 2 متر، هانتوما 105 درهم.
انت إذا جيت تشوفوا شحال غادي يطيح هذا الكاج كامل، راه طايح رخيص رخيص في الثمن. بقات قضيه واحده وهو العلو ديال الكاج، يعني هذا الرجل هذا اللي غادي ديروها لهم. انا في الحقيقه بغيت نخليها على حسب، هي في الحقيقه انا عندي هنايا 85 سنتيمتر العلو، يعني من الارض لهنايا 85 سنتيمتر، ولكن كيبقى الاختيار ديالكم علاش كل واحد على حسب الطول ديالو. ممكن ان انني نوقف هكا، شوفوا عندي العلو ديالي فين فين فين، عندي حد الخصر. ممكن حد اخر يكون قصر مني شويه، ولا يكون مني طول مني شويه، ممكن ان هاد العلو تلعبوا فيه كما بغيتوا، يعني على حسب الطول ديال الشخص. كاين سميتو الاغلبيه ديال النساء كيكونوا قصارين واحد شويه، ممكن انهم يقصروا واحد شويه، هذاك كيبقى اختياري. اذا كنظن انني وصلت لكم الفكره، يعني قفص نموذجي يعني رائع، يعني خدمت به صيف ومشتى، راه خدام 100%. انتم كما كتشوفوا معايا راه كيخدم مزيان، العلافه ديالها على برا. شرابات ممكن تستعنوا غير طاسات بحال هادو، ما ديروا لا شرابات لا والو. هذا كاين اللي غادي يقول لي بلي هذا الحديد راه كيسخن، على حسب الشمس ما كيسخن والو. علاش؟ لانه بعيد على الارض. انتم شوفوا شحال بعيد على الارض، واخا تكون الارض ساخنه ممكن انه هو يبقى بارد. علاش؟ لان الحراره كيكون هو بعيد على الحراره، يعني غير ديك هاد الرجلين هما اللي غادي يكونوا معليين، ما يمكنش يكون هاد الرجلين هادو غادي يطلعوا الحراره، كيبقى هاد بالعكس هاد الحديد كيبقى بارد. يعني هاد الطوله غالفانيزي، هادي سميتها طوله غالفانيزي، هادي كتبقى بارده، يعني ما تخافوش منها. اذا كنظن اني وصلت لكم الفكره هي هذه، راه قفص نموذجي اقتصادي، راه ممكن انه يطيح عليكم بواحد نقولوا 300 درهم، راها كافيه انه تلقاو قفص بحال هذا الشكل هذا. وانتم لكم الاختيار، ممكن ما ديروش خمسه، ممكن ديروا غير يعني اربعه او ثلاثه ديال الامهات، ماشي مشكل. اذا هذا هو القفص ديالنا، قفص اقتصادي. هذا هو الحلقه اجابه ديال العديد ديال المتابعين اللي بغاو هذه القياسات. كان شي حاجه انا راه الاشاره. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم، ما تنساوناش بجير جام، ضروري تكيو على زر جام باش نبقى نصوب لكم الاقفاص ونوريكم مقاسات اخرى. يعني ها هو انتم كما كتشوفوا قفص رائع. انتم ما الفيديو ممكن انكم توريوه، يعني تيليشارجيوه وتوريوه يعني الحداد او اللي غادي يصنع لكم هذا القفص. انا صنعته بيدي، ولكن حاولوا انكم تستعنوا الناس اللي يقدروا يصوبوا، راه ساهل ماشي شي حاجه، راه باش مزيان هذا القفص كله كيمشي غير التعواج، يعني بالطي. هذا الشيء كلشي غادي غير بالطي، ما غاديش بالسدور، يعني ما غاديش تسودي ولا غادي غير يعني بحال دابا هاد الطول اللي جات هنايا، راه جات غاديه هكا ودارت. باش شدت بهاد الريفي. هانتوما الى عندكم بانس اريفي ممكن انكم تخدموا بهاد الريفيات، راه كله غادي غير بالريفي. هانتوما غير الطي والريفي، هذا هو اللي يميز هاد القفص. هانتوما كل شيء غادي غير بالطي والريفي. هاد البيبان هادو ممكن ما ضربوش معاهم تمام، هادو ديروا غير شبابك بحال هادو كبيبان من الفوق وصافي. والشيء الاخر ممكن انكم تستعنوا غير بالميتقاب، يعني الشنيول بيرسوز وبولونات. ممكن كاين اللي بغى يدير بولونات، لما لا؟ وكاين اللي عنده بانس ريفي، راه كيجي ساهل هذا الريفي هذا. هذا راه ساهل، يعني غير كتخشي هذا الريفي هذا كتضربو كيعواج مثل هذا الشكل هذا. هذا راه ريفي. المهم غير وريو هاد القفص لشي سدور وقول له ها هو القفص، راه غادي يفهم يعني اشنو غادي يدير، غادي يطيح ان شاء الله اقتصادي وكل شيء. الناس غادي يخدموا ان شاء الله. اذا هذا هو القفص ديالنا. كنشكركم على المتابعه ديالكم. الناس مازال ما شاركوش معنا شاركوا معنا، ما تنساو ناس بجرجام وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.